يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيرافيم، يا من هي بلا فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله، إياك نعظم. عيد رقاد والدة الإله الكلية القداسة تحتفل به الكنائس الشرقية في شهر آب من كل عام، يبدأ بالصوم ويدعى بصوم السيدة العذراء ويستمر لأسبوعين، وينتهي بصلوات احتفالا برقاد السيدة العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس ترأس المطران خريستوفوروس مطران عمان وتوابعها بحضور المتروبوليت فينيديكتوس خدمة تقاريض والدة الإله بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور جموع من المؤمنين مكرمين ومرتلين للفائقة القداسة في عيد انتقالها للسماء. أنت الخضر المقدس للعذراء. وفي خدمة الطواف التي جال بها المؤمنون حاملين أيقونة رقاد السيدة ومرتلين، في ميلادك حفظت البتولية وصمتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة الإله. افرحي يا بيت النعمة، وتحدث المطران خريستوفوروس قائلا إن الكنيسة تحيي عيد رقاد أمنا الفائقة القداسة، فهي الشفيعة دائما لنا والقريبة من كل طالبيها، ضارعا من أجل جميع المؤمنين والسلام للعالم أجمع. كثير مهم إنه نقدر نحط أولويات لحياتنا، وأولوية في حياتنا هو خلاصنا وهو علاقتنا مع الرب والمخلص يسوع المسيح. هون بيجي دور أمنا الفائقة القداسة في حياتنا كأم حنون، هون بيجي دور أمنا العذراء كشفيعة لإلنا وكوالدة الإله والدائمة البتولية. هون منقدر إنه نكرم أمنا العذراء بحياتنا، ونحن منعترف إنها هي ثيوتوكوس، أي والدة الإله، زي ما عبر أباء الكنيسة بالمجامع المسكونية، وهي دائمة البتولية. وبالتالي بصير في عنا علاقة شخصية مع أمنا العذراء، اللي ما بقدر أي حد يزعزع هاي العلاقة ولا يشككنا فيها. إن الشيروبيم والسيرافيم. أصبحت مريم العذراء والدة الإله لأن في أحشائها ولد يسوع المسيح بالطبيعة البشرية بحلول الروح القدس عليها، وهي أيضا أمنا جميعا، لأننا عندما نتناول جسد المسيح ودمه نصبح أخوة للمسيح، وبالتالي تصبح العذراء أمنا وكأم لنا، تحمينا من كل الشدائد عندما ندعوها في الشفاعة.